هذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداءً في مدينة البصرة لما رحل إليها، وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله تبارك وتعالى ومن جهل الناس بالتوحيد في ذلكم الزمن، فرأى مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فابتدأ تأليفه في البصرة، جمع أصل هذا الكتاب في مدينة البصرة. وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في سيرة الشيخ الإمام محمد أنه ألف كتابه هذا في مدينة حراملة، لعل هذا التأليف هو التأليف الرسمي والتحرير النهائي لهذا الكتاب، فأظهره ونشره ومن ثم درسه لطلابه. ففي البصرة ابتدأ تأليفه ثم نشره بعد ذلك وشرحه لطلابه في مدينة حريملة بعد ذلك. أودع في هذا الكتاب أساس دعوته للتوحيد، فأصبح هذا الكتاب منهجاً ودليلاً يسترشد به الدعاة إلى التوحيد، فهو منهج ودليل لمن يريد الدعوة إلى التوحيد.